السلام عليكم أصدقائي الكرام، اليوم سنحضر لكم طاجين الأهرامات بطريقة جديدة إن شاء الله تعجبكم. عندنا سكالوباشي، ثوم مرحي، فلفل أبيض، ملح، لحم مرحي، زيتون، كريم فريش، فرماج نوع تشيزي، وفرماج برجر. سكالوباشي نديوه كالعادة، شوية ثوم، شوية فلفل أسود، شوية ملح، نخلطوا هذو كامل مع بعض، نزيدو بيضة، نزيدو كسرولو بيضة، ونزيدو شوية كريم فريش، مش بزاف حوالي مغرفة، ونزيدو شوية لاشاطير، دوك الفيوطاشي تاعنا نداويوه نفس الطريقة تاع سكالوب. البيراميد تاعنا دهناه بالزيت، درنا له بابي كويسون، دوك فرغو سكالوب تاعنا، سكالوب باش نفرغوه بالطريقة هذي، نديرو سكالوب تاعنا بالطريقة هذي كيما راكم تشوفو، دوك نزيدو عليه الفيونداشي، الفيونداشي نديروه بالشكل هذا، بعد ما كملنا الفيونداشي تاعنا دوك نحطو الفرماج، بعد ما خلصنا الفرماج تاعنا دوك نزيدو لو فيونداشي من فوق، نسكرو ونغلقو بيه، بعد ما غلقنا هادو دوك نوليو نغلقوها بابي كويسون تاعنا ونلوحو في الفرن حوالي 20 دقيقة، ونروح نخدمو الصوص على كريم تاعنا ونرجعو لكم. نروح دوك نخدمو لاصوص تاعنا، فرغت شوية زبدة ومن بعد زدت الزيتون تاعنا، انا كان نورمالمون ندير الشامبينيون، ما درتش الشامبينيون، دوك نزيدو خليه يتقلى شوية حوالي 10 دقائق مع الزبدة تاعو، من بعد نضيف له الفرماج، خليه يذوب شوية حوالي 2 دقائق، ذبنا الفرماج تاعنا، نضيفو له كريم فريش، نضيفو له شوية فلفل أسود. نطفيو على صوص تاعنا كيما راكم تشوفو، سكالوب تاعنا كيما راكم تشوفو راني نحيناه يكون طاب، دوك نقلبوه نديرو في البلاط تاع الفور. هذا هو كيما راكم تشوفو دا الشكل تاع الأهرامات بالطريقة هذي. نكملو كامل الفرماج الجهتين في زوج، ندورو ثاني الجهة الأخرى كما راكم تشوفو. بعد ما كملنا الفرماج تاعنا دوك نرجعو للفور، يحمرنا حوالي 5 دقائق ونرجعو لكم مع طبق التقديم. هذا هو الشكل، النهائي تاع الطبق تاعنا نهار اليوم، إن شاء الله يعجبكم، وراح تلقاو هذا اليوم إن شاء الله في الأعراس. دمتم أنفياء للصفحة، طبق رائع. وبصحتكم.